السيد المستشار المحترم على هذا السؤال المهم. بالمناسبة بغيت نذكر أن التضخم وخاصة ارتفاع الأسعار ديال الوقود ساهموا بجوج بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النقل، لا بالنسبة للنقل الجوي ولا بالنسبة للنقل البحري، على المستويين الوطني والدولي. وهذا الشيء هو اللي أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات البحرية والجوية، وخاصة خلال فترة العطلة الصيفية التي تكون معروفة بفترة الدروة. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار التذاكر لا بالنسبة للرحلات البحرية ولا بالنسبة للرحلات الجوية بين المغرب وأوروبا محررة، تتخضع القواعد المنافسة وقانون العرض والطلب. وفي هذا السياق هذا ما يمكنش نفرضوا المستوى ديال التسعيرة ديال التذاكر على الشركات ديال النقل، ولكن المصالح ديال الوزارة تتسهر باش العرض يكون متنوع لا من خطوط بحرية ولا من خطوط جوية وكافي، ويكون العدد ديال الشركات مرتفع باش نخلقوا الظروف ديال المنافسة الشريفة اللي هي اللي تضمن أحسن مستوى ممكن للإتمينة في هذا السوق المفتوح. وعلى سبيل المثال في المجال البحري، الوزارة عبأت خلال موسم العبور ديال السنة ديال هذا الصيف هذا اللي فات 32 سفينة غطت 12 خط بحري تربط الموانئ المغربية بناظراتها في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، أمنت 538 رحلة كل أسبوع باش نقدروا ننقلوا، كانت لا كاباسيتي ديال أو القدرة ديال التنقل 500 ألف مسافر و 136 ألف سيارة أسبوعيا. والعرض الإجمالي ديال النقل بلغ خلال هذه السنة ما يناهز 7.5 مليون مسافر و 2 مليون سيارة. تتقوم أيضا الوزارة سنويا وبالموازاة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا الباب باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاستباقية على مستوى نقاط العبور الجوية والبحرية والبرية، استعدادا لموسم عبور أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والذين تم تمكينهم من ظروف استقبال مريحة وآمنة خلال عملية مرحبا الأخيرة. شكرا.